هنكمل كلامنا النهاردة عن العرض التجريبي الموسيقي، وهو عرض بعنوان برهان الخلود تأليف جاكلين جورج. وهنكمل كلامنا عن العرض مع زياد أسامة. وزياد أسامة هو اللي عمل تصميم الخلفية البصرية، أو زي ما بيقولوا في لغة الفنون الفيديو آرت. مساء الخير يا زياد. زياد، الموضوع عرض جاكلين جورج وهو برهان الخلود موضوع فلسفي جدا، بتتكلم عن الحياة وعن الخلود وعن الموت. انت اللي عملت الخلفية البصرية والفيديو ارت اللي احنا هنشوفه كمان شوية، حاولت تجسد المعنى الفلسفي ده ازاي عن طريق الفيديو ارت؟ الفكرة واحنا بنحضر جاكلين بتعمل المعنى الفلسفي ككلام، وبنرتبها كمراحل، وكل واحد بياخد الفكرة دي ويطورها هو بالفيجن بتاعته. فاللي حصل ان الموسيقيين بيطوروها بناحية، الراقصين بيطوروها بناحية، انا بطورها من ناحية، وفي الاخر بنحاول ان احنا كلنا نخدم الفكرة نفسها. ان احنا يعني بنتقابل في النص، ما بيبقاش كل واحد شغال لوحده، كل واحد بيعبر عن نفس الفكرة بس بطريقة مختلفة، وبيتفاعل في الاخر كله مع بعض. هل الفيديو ارت اللي انت صممته او الخلفية البصرية، هل هي يعني عنصر في العمل قائم بذاته، ولا هو عنصر مكمل يعني بيكمل الحاجات التانية اللي احنا بنشوفها في العرض؟ هو الفكرة هو مش يعني ما فيش عنصر اساسي واضح في العرض كله، كله بيكمل على بعضه. فاحيانا مثلا العمل البصري بيتفاعل مع حركه مثلا الراقصين، واحيانا بيتفاعل شويه مع الموسيقى. فيعني انا بحاول اخلق التفاعل بحيث انه يبقى مكمل للموسيقى والراقصين، فما نشتتش في الاخر الجمهور، يبقى الجمهور يعني مركز. بيتفاعل ازاي؟ انا برضو عايزه افهم النقطه ده. هي حته التفاعل مثلا الحركه بتبقى مثلا بتترجم لفيجوال مثلا عن طريق فلويد سيميليشن او فلو عامه، ان في زي موج بيعمل حركه الراقصين، بتعبر عنها موجه مثلا. يعني على حسب الحركه على المسرح اللي هي حركه الراقصين، يعني الخلفيه البصريه بتتغير. طب يعني لو دخلنا، انا عارفه ان انت مهندس برمجه و يعني فنان في المقام الاول، بس في الاساس مهندس برمجه ومتخصص في البرمجه الابداعيه والبرمجه التفاعليه. وانا في الحقيقه انا مش فاهمه يعني ايه برمجه ابداعيه ولا برمجه تفاعليه، فاشرح لنا برضو ازاي بتقدر تنقل الحركه اللي هي بتحصل على المسرح، بتنقلها ازاي بحيث ان احنا يعني نشوف فيديو ارت بناء على الحركه. انا عايزه فعلا افهم النقطه دي. هي الفكره ان البرمجه، يعني انا بستخدم البرمجه عشان اعمل منها فن. فالعمل نفسه بيبقى قائم على الجوريثم مثلا، حاجه بتاخد الصوره من الكاميرا وتعمل حسابات، وبعد كده تترجم الصوره دي مثلا سواء ميه او سواء نقط او اي حاجه. ده في سوفت وير معينه موجوده، ولا انت مبرمج سوفت وير ان هي في اوريدي سوفت ويرز كتير يعني موجوده للموضوع ده؟ انا بستخدم بروسيسنج، وده واحد من السوفت ويرز يعني. تمام، يعني فعلا بناء على حركه الشخص اللي موجود على المسرح يعني بيحصل فيه تفاعل، التفاعل ده بيتنقل موجات ايه بقى؟ موجات كهربائيه ولا لا ولا موجات لا ايه علشان نشوف بعد كده؟ لا هي بتبقى مثلا زي دخان او زي ميه او اي حاجه.